من ليبيا إلى المغرب، والحقيقة أنه يعني لازال لسه في توابع لزلزال الحوز وبتفرض أجواءها على المغرب الشقيق اللي طبعا بنتمنى لأهله السلامة. فجر اليوم ضربت هزة ارتدادية قوتها كانت 4.8 درجات على مقياس ريختر وسط المغرب، وحس بيها سكان إقليم الحوز وده المركز الأصلي للزلزال السابق اللي تسبب في مصرع 3000 مواطن مغربي وخلف الكثير من الدمار. والسلطات المغربية طبعا بتواصل جهودها في إمكانية إغاثة المنكوبين في قرى المغرب المتضررة من الزلزال. الحقيقة أنه مش بس الحكومة اللي بتعمل، المفاجأة أنه في يعني قرويين في القرى المغربية بيشتغلوا كمان لإنقاذ أهالينا في المغرب مع استمرار إغلاق الكثير طبعا من الطرق جراء هذا الزلزال، لأنه حصل طبعا انهيارات أرضية في هذه الطرق. الناس لجأوا لأنهم يستخدموا الطرق البديلة ويستخدموا وسائل النقل البدائية علشان يقدروا أنهم يوصلوا مؤن وإمدادات لسكان المناطق اللي تضرروا بالزلزال، وللعربيات وكل وسائل النقل الحديثة ما تقدرش توصل لهم. خلينا نقترب أكثر من الصورة في الرباط على الهاتف الكاتب الصحفي السعيد قدري. أهلا بحضرتك طبعا، وبعزيك وبعزي كل أهلنا في المغرب، ونتمنى السلامة لأهلنا في المغرب. ولو حضرتك تطلعنا على الوضع اليوم بعد هذه الهزة الأرضية. أهلا وسهلا، مساء الخير، مساء الخير لكل الشعب المصري ولكل متابعيكم في كل مكان. شكرا وتعازينا الحارة إلى ضحايا الزلزال وإلى ضحايا كذلك بليبيا. فيما يخص الوضع الحالي الآن بالمغرب وجراء هذه الزلزال، هناك طبعا توالي عمليات إنقاذ عدد كبير من الجرحى، وكذلك توالي تقديم المساعدات لفائدة الجرحى ولفائدة الأسر المنكوبة بوسط المغرب بالحوز وبمنطقة تارودانت وكذلك بضواحي إقليم الظلال. طبعا الأجواء عادية لحد الساعة، وصول المساعدات، عشرات الشاحنات تصل، كذلك من مستجدات هذا الزلزال الذي ضرب المغرب الجمعة الماضية. كذلك هناك اجتماعات على أعلى مستوى، وحيث تم في هذا الشأن طبعا. هل أثرت هذه الهزات الارتدادية أستاذ سعيد، هل أثرت هذه الهزات الارتدادية على بعض يعني الأبنية اللي يعني تصدت للزلزال السابق، لكن الآن بعد التصدع الذي حدث فيها هل هناك أي تطورات في هذا الصدد؟ بالفعل كانت فيه هناك هزات ارتدادية، خصوصا الهزة التي وقعت اليوم صباحا، ولكنها لم تؤثر بشكل كبير على الأبنية ولا على الأبنية التي تصدعت بالمنطقة. هزة أرضية بضواحي منطقة مراكش، بضواحي منطقة الحوز، ثم حس بها ساكنة المنطقة طبعا، لكن لم يقع أي هناك هدم أو انهيارات أرضية بالمنطقة. قلت طبعا تعودوا أبناء ساكنة المنطقة الذين بقوا على قيد الحياة على مثل هذه الهزات الارتدادية التي تضرب الحوز بين الفينة والأخرى وكل يوم تقريبا، ولكن لا تخلف أي أضرار عكس ما خلفه الزلزال القوي الذي ضرب مساء ليلة الجمعة 8 شتنبر الماضي. الأكيد أن هذه الهزات الارتدادية تواصلت وتواصلت معها عمل فرق الإغاثة والإنقاذ والفرق الطبية والمساعدات التي تصل من داخل وخارج المغرب، وهي المساعدات التي يتوصل بها الأبناء القرى والدواوير المتواجدة بالجبال المحيطة بمنطقة الهزة الأرضية بالمدينة.
كيف تعيش العائلات في المناطق المتضررة الآن مع التصدع في الطرق المؤدية إليهم؟ يعني لسه كنت بقول إنه القرويين المغاربة وده الأمل الحقيقة في طوق نجاة للأهالي اللي موجودة في هذه المناطق، بتعمل بجانب الحكومة لإيصال المساعدات، لإيصال المؤن. نعم بالفعل، المجتمع المدني يعمل جاهدا من شمال المغرب حتى جنوبه لإيصال المساعدات إلى كل القرى المتضررة، خصوصا القرى التي انقطع بها التواصل البري بسبب الانهيارات التي عاشتها هذه المنطقة الجمعة الماضية بسبب الزلزال. طائرات تابعة للقوات المسلحة الملكية تجوب هذه القرى، عشرات القرى بمنطقة الحوز، وتواصل عمليات إنزال المواد الغذائية والأغطية والأفرشة، كذلك عمليات إنقاذ وتقديم المساعدات الطبية لعدد من المتضررين. برنامج استعجالي أشرفت عليه الحكومة المغربية عشية اليوم بأمر من الملك. طبعا هناك مساعدة استعجالية بقيمة 30,000 دولار لكل الأسر المعنية، كذلك هناك مساعدة مالية مباشرة بقيمة 140,000 دولار للمساكن التي انهارت بشكل تام، وطبعا هناك مساعدات عاجلة بقيمة 80,000 دولار لتغطية أشغال إعادة تأهيل المساكن التي انهارت جزئيا. برنامج استعجالي طبعا تم المناطق التي تضررت، خصوصا ونحن نعرف ان موسم الشتاء قريب والمنطقه تعرف انخفاض في درجات الحراره، كذلك الموسم الدراسي يجب اعطاء الاولويه للتلاميذ وللطلبه بغايه استئناف الدراسه بهذه المناطق. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، الكاتب الصحفي سعيد قدري، ونتمنى لأهلنا في المغرب السلامة.